مساء الخير أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سكينة معجون. مصر أحلى بلد في الدنيا، مصر أحلى بلد في الدنيا، وما بنقولش كلام كده والسلام. مصر كل يوم بقى فيها جديد. مصر شهدت في السنوات الماضية تطور ملحوظ جدا في كل المجالات. بقينا نمشي في الشوارع كل يوم بنشوف أسواق جديدة ومولات جديدة. مصر فتحت سوق العمل مش للمصريين بس، لا ده كمان لكل دول العالم. احنا موجودين هنا معاكم في مول من اكبر المولات التجاريه، مول الماظة. مول الماظة موجود هنا معانا في مصر الجديده. المول هنا فيه مميزات كتيره قوي قوي قوي، هتكلم فيها بكل تفاصيلها مع المختصين. خليكم معانا اعزائي المشاهدين، هنعرف تفاصيل كتير قوي لاكبر مول موجود في مصر الجديده. يلا بينا. أعزائي المشاهدين، احنا هنا معاكم بداخل مول الماظة بارك. حقيقي صرحة هايل جدا جدا، وكمان بيشرفني رئيس مجلس إدارة الماظة بارك الأستاذ عاصم الشناوي. أهلا بيك يا فندم. يا أهلا بحضرتك أستاذ. إيه الجمال اللي أنتوا عاملينه هنا؟ يا رب يخليكي، يا رب يبارك لك. احكي لي تفاصيل بقى. أنا لما قالوا لي الماظة بارك ده شيء مختلف والمول طالع بشكل حلو قوي وما شاء الله على مساحة شاسعة، وانت مستغل المساحات دي كمان حلوة قوي، وهسيبك تتكلم عن استغلالك للمساحات عامل ازاي. كانت البداية ازاي؟ البداية ان احنا كنا بنختار لوكيشن نعمل فيه مجموعة مطاعم وكافيهات على اعلى مستوى. شفنا اماكن كتير، ده كان احسن حاجة بالنسبة لنا لانها برايم لوكيشن بيربط ما بين التجمع الخامس وما بين مدينة نصر ومصر الجديدة، المطار القاهرة، منطقة شيراتون. المكان يعني انت عايز تقولي ان هو في الوسط بالظبط، سنتر. تمام. يعني هو مش بيخدم بس على جمهور مصر الجديدة؟ لا لا. يعني طريق السويس من بعد ما التعديل اللي حصل فيه بقى كل الناس لازم تعدي من هنا، اي حد داخل مصر الجديدة بيعدي من هنا. فأي براند هيبقى موجود معانا هو بيعمل دعاية لنفسه من لا شيء. هو أنا عارفة إن إحنا لغاية دلوقتي كمان إحنا في السوفت أوبننج يا جماعة، هما لسه ما عملوش أوبننج، صح كده؟ دي حقيقة، إحنا لسه في السوفت أوبننج. بس ما شاء الله ما شاء الله، أنا شايفة إن أنت عندك كل الأعمار موجودة، يعني العائلات موجودة، الشباب موجودة، الأطفال مبسوطة جدا. أنت إزاي عملت ده؟ إزاي عملت البالانس دي؟ إحنا فعلا يعني المكان هنا متارجت كل فئات المجتمع، وخصوصا المكان اوبن اير، تمام، بيدخله شمس وهواء، فالمكان مريح جدا بالليل وبالنهار. يعني فعلا هنا الفطار الصبح لما الناس بتيجي بتفطر، لا بتستمتع بالجو. كلمني عن موضوع المحلات، المساحات هنا المتوفره قد ايه؟ احنا عندنا مجموعه مساحات متنوعه بتخدم كل البراندات، تمام، من اول البوسس للمحلات الكبيرة، ان يبقى في مطعم شرقي محترم كبير بمساحة محترمة، وبنفس الوقت ان احنا عاملين تنوع ما بين البراندات، جايبين براند من السعودية، جايبين براند من كندا، جايبين براند من لبنان. يعني حضرتك عايز تقول ان انت فاتح سوق دي حقيقة كبير مفتوح هنا؟ سوق كبير للاستثمارات. تمام، بنضخ استثمارات وبنحاول نعمل جذب للمستثمرين، وده دوركم على فكره. طبعا يعني هو ده دوركم دلوقتي، ان انت تفتح سوق للعمل كمان كبير جدا يعني بالظبط. وسوق الاستثمار ده مهم بالظبط. قول لي ايه البراندات الموجوده عندك هنا، او بلاش اقول ايه البراندات، خلينا اقول هل انت بتلعب على البراندات الكبيره بس، ولا ممكن ناس تيجي براندات صغيره لسه شباب مبتدئ، الحاجات دي كلها احكي لي عنها. احنا تنوع المساحات مدينا الفرايتي ان احنا نختار ما بين البراندات الكبيره، ولو في شباب لسه عاملين كونسبت جديد بنبدا ان احنا نشوف الكونسبت ده، وبندخل معاهم في دراسات الجدوى
والموضوع بنحس ان هو لا يعني هيبقى كويس والفكره كويسه، لا بنشجعهم وبنقف معاهم، والحمد لله في اكتر من حد بدا معانا وناجحين جدا الحمد لله. ايه الفرق بين مول الماظه وبين اي مول تاني؟ الفرق يعني هنا بصراحه المساحه مفتوحه. تمام، ودي حاجه انا لاحظتها. النهارده لما يكون حد هيخرج هو بيبقى خارج من البيت من كبت، تمام، عايز يشم هوا، عايز يقعد في مكان فيه شمس، الخضار الموجود يعني كميه الزرع الموجوده واللاندسكيب والورد بتدي روح حلوه وجميله للمكان. عندك دلوقتي لو اي حد بيتفرج علينا، ادينا اهو معانا رئيس مجلس اداره مول الماظه، قول لي لو انا عميل وعايزه اجي اتعاقد معاك، ايه شروط التعاقد؟ وهل في محلات لسه مفتوحه عندك ولا كله اتسلم؟ لا، في بعض المحلات لسه موجوده لان احنا سوفت اوبننج. ايوه. وما فيش اي شروط تعاقد، يعني زينا زي اي حد. زي اي حد. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، حقيقي جدا، ربنا يخليك. وانا لسه هبقى انا والمشاهدين معايا هنمشي في جوله كبيره جدا في مول الماظه، هنوريكم تفاصيل حلوه قوي. الجو هنا حلو جدا، الناس مستغله المساحات حلوه قوي، فخلينا نتكلم في تفاصيل اكتر. يلا بينا. كمان عشان نعرف تفاصيل اكتر عن مول الماظه كان لازم يبقى معانا الاستاذ محمد فتوح مدير مول الماظه. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم، بحييكوا على المجهود اللي باين قوي في كل تفصيله في المول. حقيقي ميرسي يا فندم، ده المكان كله من اجل حضراتكم علشان نسعد الناس كلها. كلمني عن التشطيبات الحلوه، كلمني عن التفاصيل اللي انتم فعلا مهتمين بيها في مول الماظه بارك. احنا لما بدانا في المشروع عملنا له دراسة كاملة بحيث ان احنا نوفي ونبقى مميزين عن الاماكن اللي حوالينا. اول حاجة المكان بيتميز انه مكانه easy to access، انت ممكن من اي مكان في مصر تحديدا في القاهرة تقدري توصلي لنا بسهولة، بعيد وده عن اللي احنا لاحظناه كمان. بالظبط، بعيد عن الزحمة، عندنا جنبنا طريق السويس هيأدي لينا، في مدينة نصر هتجيلنا، من سكان مصر الجديدة هتقدري توصلي لنا بسهولة، والحمد لله عندنا مساحة. اول حاجة طبعا المشكله في القاهره عامه الباركينج، فاحنا طبعاً مفيش بالظبط. انا عايز اقول لك احنا لا، ده كلمني في موضوع الباركينج ده، لان مولات كتيره جدا ممكن تكون بتفشل بسبب الناس مش عارفه تركن فين. بالظبط كده. فدي اول حاجه، كان اول كونسرن عندنا ان المكان يكون فيه باركينج يساعد عدد كبير من العربيات بحيث ان هو يخدم الناس بعيد عن زحمه العربيات. كلمني عن مساحه المول، المساحه هنا قد ايه؟ احنا المساحه هنا المسطحه حوالي 10000 متر، مبني على 4800 متر مباني. والمميز في المباني ان كل مبنى مبني في مساحه لوحده، في براح، في متنفس للهواء، مفيش مباني عاليه، المول كله يعتبر ستاند الون بيلدينجز، فده مميز وده جدا. وده اللي بيميزه بالظبط كده يا فندم، ان كل محل انت هتحس ان انت في جزء واخده راحتك وليكي اوت دور مميز جدا. وده المميز جدا هنا. الاول دور بتاعتكم انا بحييكم عليها، لان هي يعني اعلانات لكل الناس الموجوده عندك، يعني اي حد معدي من قدام الماظه بارك هيلاقي كل المحلات او كل اسماء المحلات. صح، انا بتكلم الساينج بالظبط باينه واضحه جدا للناس، وحاجه مش مستخبيه وحاجه واضحه للكل. بالظبط يا فندم. المساحات اللي موجوده هنا هل كلها مساحات شاسعه ولا مساحات ممكن تكون متنوعة لكل المستويات؟ احنا عندنا فرايتي في المساحات، بنبدأ من عندنا مساحات صغيرة لحد مساحات كبيرة للأنشطة اللي بتبقى محتاجة مساحات كبيرة. وعندنا كمان مميز جدا، في عندنا الروف هنا، الروف في المول هنا
مختلف، ما اقدرش اسميه روف لان انت بتبقى قاعده كويسه جدا، شيء مختلف، متشطبه تشطيب ممتاز وقاعده شايفه فيو. الميزه هنا في المكان كمان ان ما فيش اي حاجه تضايق عينيكي، هتبص يمين هتلاقي منظر كويس، هتبص شمال مفتوح. بالظبط كده، المكان مفتوح يمين وشمال فمدي وسع. بالظبط، ومدي كمان راحه نفسيه جدا. في عندنا لاندسكيب حلو قوي، عندنا جنينه كبيره ورا مميزه جدا، في ارتفيشال ليك. انا كعميل لو عايز دلوقتي حالا اتعاقد مع المازا بارك يا فندم تنورينا، هيجي لكم عملاء كتير جدا من ورانا يعني. قول لي انا دلوقتي كعميل لو حبيت هنا ان انا اتعاقد معاك، هل كل المحلات خلاص فول كاباسيتي يعني كلها فيها نسبه اشغال، ولا في لسه محلات متاجرتش؟ لا، واحنا بفضل الله احنا المشروع بادئين ومن فتره زمنيه قريبه جدا، هنقول بالظبط في افريج 7 8 شهور. الحمد لله وصلنا لنسبه تسكين حوالي 70%. باقي عندنا مساحات مختلفه موجودة تنفع لأكثر من نشاط، وإحنا هنا بنهتم بالتيننت ميكس طبعا علشان نوفر للجست اللي جاي والعميل المكان يبقى كل الأنشطة اللي ممكن يحتاجها. في ناس تقول لك لو، وانا مش عارفه ده موجود عندكم حقيقه ولا لا، بس ده من ضمن الاسئله اللي بتجيلنا في اغلب المولات التجاريه، يقول لك هو لو في نشاط ممكن يبقى موجود منه واحد واثنين وثلاثه اوكي، بس في انشطه معينه ما ينفعش اعيد ايجارها، او ما ينفعش بالزبط اخلي العميل يبقى نفس النشاط تاني. هل ده موجود عندك؟ لان ده الحقيقه بيعمل مشاكل كبيره جدا في الايجار فيما بعد. احنا بالظبط، احنا الفكره كلها التيننت ميكس، احنا هنا عندنا الوحدات محدودة، المكان كويس، عندنا عدد معقول جدا من الوحدات، لكن مش بنفس الكمية اللي موجودة في المشروعات التانية، فاحنا بننتقي النشاطات اللي هتدخل عندنا. في بعض النشاطات ما ينفعش تتعارض مع بعضها زي ما حضرتك قلتي، يعني مش هينفع اجيب اتنين بيوت سنتر. طبعا هو ممكن بيوت سنتر حاجة خاصة بالنساء وحاجة بيوت سنتر للرجالي، لأن أغلب الحاجات للأسف اللي بيقعوا فيها أونرز إن ممكن أو ملاك المولات إن هما ممكن يأجر نفس النشاط لواحد واثنين وثلاثة، طبعا ما عدا الكافيهات والمطاعم وحاجات زي كده. بالظبط بالظبط يا فندم، إحنا حتى في اختيارنا للكافيهات اللي موجودة بتبقى مختلفة، كل واحد ليه كونسبت مختلف. يعني إحنا عندنا الليبانيز كوزين، عندنا الكوفي لافرز كلهم عامة هيبقوا مبسوطين جدا. عندنا فرايتي في الموضوع ده، عندنا كيمس، عندنا نوفال، عندنا سكند كاب، كل دي براندات كويسة جدا. انت هنا عندك مطاعم، عشان بس اوضح للمشاهدين اللي مش عارفين مول الماظة فين او في ايه المحتوى بالظبط، احنا هنا عندنا مطاعم صح كده؟ مطاعم، كافيهات، حاجات للشوكليت لافرز والحاجات دي، كل الاطفال هتجيلك. بالظبط كده. عندنا سوشي، تابانياكي، يعني الايشن فود عامه، ان هو في كل الخدمات. بالظبط كده، وكل الاذواق، لان يعني كل واحد ليه ذوقه. ايه اللي مش موجود عندك هنا؟ احنا ان شاء الله الفتره دي بندور على براند نيم يكون متخصص في الاكل الشرقي. حلو قوي، ده احنا بنسعى عليه بشده ان شاء الله من خلال سكينه معجون. هيجي كل البراندات الهايله دي، بس حقيقي انا بحييكم لان انتوا عاملين صرح حلو قوي، ده شرف لينا، وعاملين كونسبت جديد في الاسواق والمولات. يعني عاده دايما الواحد لما بيدخل مول بيلاقيه مقفول، بيلاقي المحلات كلها جنب بعضها، هنا حقيقي الكونسبت جديد، وده اللي حظناه، ده الاختلاف. واحنا ماشيين برضو على رولز وريجوليشن، وبنحاول نقدم اللي فيه مصلحة التيننتس كلها، بحيث ان هم يكونوا مبسوطين، وان احنا نحاول بكل الطرق كماركتينج وكفاسيليتيشنز ان احنا نسهل على الناس ان هم يبقوا مبسوطين، والاونرز بتاعت المحلات تبقى مبسوطة وبتعرف تشتغل في بيئة نظيفة آمنة، ويبقى كل الناس مبسوطة. احنا بجانب ان احنا بنأجر كمان، قولي ايه الخدمات اللي بتعملها للعميل اللي بيجي لك؟ اكيد في خدمات معينه بتعملها تخدم العميل اللي بيجي لك. احنا طبعا الخدمات موجوده، اولها طبعا زي ما احنا اتكلمنا في الاول اللي هو الجراج، لان دي طبعا مشكله كبيره جدا، فاحنا بنوفر له اول حاجه كبر. الباركينج. بالظبط، فهو يقدر هيبقى الباركينج مغطى، في وسائل ترفيه وتسليه، في وسائل ترفيه، مهم قوي ان انا ابقى موجوده في مكان فيه الشباب والاطفال والكبار والعائلات. ويمكن انا بقول الموضوع ده في الحلقه بتاعتي مره واثنين وثلاثه، لان في اماكن ما ينفعش انا امن على اولادي فيها،
في اماكن انا كاسره ما ينفعش ابقى موجود فيها. قول لي ايه اللي بيميزك هنا في النقط دي عن اي مكان اخر؟ هنا المكان امن جدا، عندنا سيكيورتي عالي جدا، عندنا نظام مهم قوي قوي قوي، الامن والامان اللي انت بتحافظ عليه. المكان كله طبعا مراقب بالكاميرات، ففي امان. وثانيا في كيدز اريا علشان اي حد اسره معاها اطفال، الاسره تعرف تقعد طبعا تبقى مبسوطه وفي نفس الوقت مطمنه على الاطفال، والاطفال برضو في اكتيفيتيز بيعملوها بيستفيدوا بيها، وفي نفس الوقت يبقوا سيف في مكان امن ويبقوا مبسوطين. فالعيله كلها تقدر تنبسط. احنا نفسنا مبسوطين معاكم النهارده، احنا مبسوطين جدا ان انتوا منورين، وبشكرك على المعلومات المهمه قوي دي بالنسبه لنا، لان مول الماظة فعلا مول مختلف وفي تفاصيل كتيرة جدا لازم تيجوا تشوفوها بنفسكم عشان خاطر تلمسوا ده على أرض الواقع. يلا بينا في لقاء آخر، خليكم معنا. طالما احنا بداخل مول الماظة كان لازم نستضيف احد المستأجرين بداخل مول الماظة. اهلا بيك، عرفنا بحضرتك. انا محمد عادل من اصحاب كيمس كوفي، مستأجرين في مول الماظة. ايه النشاط اللي انتوا بتقدموه في مول الماظة هنا؟ عندنا قهوة متخصصة براند عالمي، ابتدى في 2014 في تونس بين شراكة المهندس القدير عبد الرحمن القربي وصديقه التونسي، واسم كيمس مختص من يعني انتوا براند موجود من زمان صح كده؟ من 2014 بس مش موجود هنا في مصر. اول فرع لنا في مول الماظة بارك، فاخذناه بناء على الموقع السياحي للعاصمة في قلب العاصمة. يعني انت حسيت ان موقعه متميز بالنسبة لك؟ ايوه، المكان راقي وهادي والموقع جديد غير عن الاماكن الثانية في القاهرة. حسيت ان هو مختلف عن مولات تانية كتير. أيوة. موقع مريح بالنسبة لك جدا، فانت شايف اننا اختيار صائب جدا بالنسبة لك. ايوه، اشكرك جدا، اشكرك. مكملين معاكم التغطية لمول الماظة، وكان لازم واحنا بنغطي مول الماظة نحضر فعاليات ليالي الماظة. ليالي الماظة فعلا هي جو رمضاني جميل، بيقدم لك خدمة مريحة جدا، بيقدم لك خدمة تكون مبسوط فيها انت واولادك. حقيقي كمان لفت نظري الديكور اللي موجود هنا في ليالي الماظة، واللي كانت عاملة معنا الديكور ده الأستاذة شيماء عبدالله، وكان لازم أستضيفها معايا النهاردة في سكينة معجون. إزايك يا شيماء؟ أهلا بيكي، نورتيني. إيه شيماء الجمال اللي أنت عاملاه في ليالي الماظة ده؟ تسلميلي، نورتيني هنا في ليالي الماظة. أنا أولا بدخل أماكن كتير جدا بس التاتش بتفرق معايا قوي، أنت عاملة هنا تاتش حلو قوي وده ملموس لينا كلنا الحقيقة. يعني قولي لي نفذتي ده ازاي؟ المول زي ما انت شايفه مساحته كبيره جدا، كانوا حابين ان هم يستغلوا الموضوع ده في حفلات، فاحنا عندنا كذا كاتيجوري من الناس بيحبوا ان هم ييجوا ينورونا، واحنا عندنا كذا ايفنت بيتعمل في الاسبوع، وزي ما انت شايفه يعني كمان المول هنا ممكن نعمل فيه ايفنتات. دي حقيقه، اعياد ميلاد. دي حقيقه، بس انت عامله هنا حاله
حالة حلوة جدا، مختارة ألوان حلوة، منفذة بطريقة كويسة. وقولي لي كمان المساحة هنا ساعدتك ازاي في ان انت تنفذي اللي انت عايزاه؟ بصي المساحة عندي هنا كبيرة زي ما انت شايفة، انا اخترت الجولد في الأبيض، ودي ألواني المفضلة على فكرة يا شيماء، لأني في ألوان معينة بتبقى دايما قريبة من قلب الواحد. حقيقة انت اخترتي الالوان اللي اغلب الناس بتحبها، دي حقيقه. وكمان عشان كلاسيكيه المكان قوي فهي باينه قوي. تمام. اجواء المكان يعني انا أجواء شايفه المكان انا حاسه ان الناس مبسوطه، دي حقيقه. ودايما ان انت تبقي بترضي كل الناس ده شيء صعب في الوقت الحالي. طبعا. بس عايزه اقول لك على حاجه، الاصداء عندنا عليت قوي، ودي حاجه ما كانش حد متوقعها هنا. بس الحمد لله. يعني انت بتحسي ان انت عامله شغل كويس لما بتلاقي الناس مبسوطه؟ طبعا، لان ده ارائهم. إيه بالنسبه لي مهمه. ايه اكتر تعليق جالك حسيتي لا انا عامله شغل كويس قوي هنا؟ بصي هقول لك على حاجه، اكتر ناس بتقول لي الشغل ده بتاع مين، وبتسال الشغل ده مين اللي عامله، ده شفته كتير قوي من اول يوم عملنا فيه ايفنت. كمان معانا شيماء تتميز ان هي عملت حفلات وافراح لناس كتيره جدا وناس مطربين مشهوره، صح كده؟ صح انا ولا بقول غلط؟ لا صح. طب قولي لي بقى مين المطربين اللي انت عملت لهم؟ عملت حفلات لعمرو دياب، وائل جسار، صابر الرباعي، محمد منير، حمائي، تامر، كل المطربين. انت بتعملي المطربين بس يا شيماء؟ لا انا بعمل افراح كمان. حلو قوي، وبتعملي افراح كمان. طب قولي لي عامله ايه بقى في موضوع الافراح بين العروسه والعريس؟ احكي لي المأساة اللي بتحصل معاكي لو عروسه وعريس طلبوا منك ان انت تنظمي لهم الفرح بتاعهم. بصي هو دايما بيبقى السبوت كله على العروسه، يعني العريس دايما مش بيبقى مهتم قدها. لا بس بيبقى مهتم لان هو اللي بياخد البادجت يا شيماء. ما هو بيبقى مهتم، بس هي دايما بتبقى هي السبوت عليها، هي اللي بتطلب حاجات كتير، هي اللي بتختار الديزاين، هو بيبقى يعني معاها، بس هي اغلبيه الوقت هي بتبقى اكتر. بتعرفي تطلعي لهم شغل حلو حتى لو ببادجت قليله؟ دي حقيقه. يعني انا الحمد لله معروفه، انا عارفه ان انت مميزه جدا شيماء حقيقي فعلا. يعني هي طبعا سمعتها حلوه جدا في حته ان هي بتعرف توظف نفسها، تعرف توظف نفسها ان انا ممكن استغل البادجت اللي معايا حتى لو كانت قليله، ان انا ممكن اعمل حاجه حلوه وبرده تديني نفس فكره اللاكجري او نفس فكره ان انا بعمل حاجه شكلها شيك قوي، صح؟ بصي دايما الباكج بتاعه الافراح دايما بتختلف من واحد للتاني، فانا بشتغل على اي بادجت بتجيلي، ما بحبش ازعل حد خالص. اللي حصل في تفاوت الاسعار الفتره الاخيره هل ده اثر عليكي في الشغل؟ طبعا. اثر علينا كلنا. بس الدنيا ابتدت تبقى كويسه، تبقى احسن، وتبقى احسن، دي حقيقة. وكمان انت عامله هنا شغل حقيقه هايل ومميز. انا اتمنى ان انت تيجي على طول. لا احنا لبينا الدعوه. كان لازم نلبي الدعوه بتاعه ليالي الماظه، لان احنا غطينا تقريبا كل المول، بس لما عرفت ان المول عامل شيء ترفيهي حلو قوي لرمضان، وعامل شيء مميز كمان، اللي لفت نظري المساحه بتاعته حلوه، دي حقيقه مساحته كبيره، مساحته حلوه بتشيل عدد كبير قوي من الناس. زي ما قلت لك بنخاطب كل الفئات. بس انت يا شيماء مش بتشتغلي افراح وايفنتات، انت لو انا شركه وحبيت ان انا اتعامل مع شيماء، هل شيماء ممكن تغطي لي ده بأيا كان شكل البادجت اللي انا عايزاه او ايا كانت البادجت اللي عندي؟ دي حقيقه. ما هو ده ساعتها بيبقى ايفنت، فده برضك تخصصي، فانا بشتغل على البادجت اللي انت بتقوليها. يعني شيماء ايفنتات، اوكي صح كده؟ قولي معايا. ايوه ايفنتات وافراح وحاجات تانية كتير، كل اللي انت عايزاه، كل اللي احنا محتاجينه. خششيني ايه الحاجه اللي ممكن تتميز بيها ليالي الماظة عن اي مكان تاني؟ بصي هنا ليالي الماظة زي ما قلت بدون تحيز. لا والله مش هتحيز خالص، بتخاطب كل الناس. لو بنتكلم على الكواليتي فهي حلوه قوي. العائلات هيبقوا مبسوطين، اطفال هيبقوا مبسوطين، فانت عندك كل الفئات عندك هتبقى مبسوطه. عندي الايفنتات كلها. مين اكتر جمهور بيجي لك؟ العائلات. العائلات اكتر. حاسه ان العائلات اكتر. كتير، عشان هم شايفين حاجه جديده حصلت في المول. وزي ما قلت لك احنا طول الاسبوع عندنا حفلات. انت الاسبوع كله عندك، قولي لي بقى ايه البروجرام اللي انتوا بتمشوه طول الاسبوع مثلا؟ بصي انا طول الاسبوع عندي تنوره، تخت شرقي، عندي خميس جمعه سبت في ستار بيجي عندي هنا، وما اعرفش بقى هي الاصداء باينه من الناس. كل الناس عرفت ليالي الماظة ولا حاسه ان في ناس لسه ما تعرفهاش في الجو العام اللي احنا بقينا فيه؟ لا انا شايفه ان في اقبال شديد قوي عليه. حلو قوي، برغم ان انتوا ما شاء الله في السوفت اوبننج، انا عارفه ده دي حقيقه.
طب دي حاجه كويسه قوي، بشكرك جدا وكل سنه وانت طيبه وبخير. ميرسي. ودايما معانا في سكينه معجون، لان احنا الحقيقه يعني متميزين في موضوع التشطيبات والديكورات، وتبقي دايما معانا في كل ايفنتاتنا. حبيبتي وتنوريني على طول، وهستناكي. بشكرك جدا على طول. بشكرك، كل سنه وانتم طيبين. وانت بألف طيبين. إيه الحقيقه احنا النهارده كنا معاكم اعزائي المشاهدين في تغطيه كامله بداخل مول الماظة بارك. احنا اتكلمنا عن كل حاجه النهارده، اتكلمنا عن المساحات بتاعه المول، اتكلمنا عن البراندات اللي موجوده، البراندات اللي موجوده وايه الحاجات اللي لسه مش موجوده. في حاجات حلوه قوي عندهم، مول مميز ومختلف لانه مفتوح كله على بعضه. الحقيقه احنا كمان كنا مبسوطين معاهم جدا. اتكلمنا كمان عن ليالي الماظة، وهي حقيقه من الليالي المميزه جدا، ديكوراتها حلوه قوي، اختيارهم للالوان جميل، المساحات اللي تشيل تقريبا حوالي 700 فرد فانت تغطيك في اي ايفنت او اي حفله انت عايز تعملها. ودي كانت الحقيقه حلقه استثنائيه جدا من سكينه معجون. بشكركم اعزائي المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب.